مالك الكلمة تجينا هيك يلا فرجوني شوي ايه تعالي شوفي شوفي الجديد يلا تعالي اول شوفي اضافتكم غيرت ولا لا ما بحس في أنا اخبار أنا تختي هو تختك عن جد مش احسن محل مريح مريح انا وإلينا أنا وإيه نفس التخت ما الشباب ما كنت عارف مين بينام وين أنا بتذكر يعني إيه بس هو قالنا وعب ومين وكمين قالكم أوكي المكان ده هو يعني غير صح ولا تغير سهلة حلوة يا هلا سهلة يا هلا ثانك يو سهلة يا هلا هون لا هون لا يعني بس أنا ما كنت كتير إجي لهون إنه أول شيء ما بعرف ألعب بيار و آه هون في بيانو ما كانش عندك هدوء مين بدأ كلكم بتدقوا؟ لك يلا نسيم ما بدي اقول ورينا هواياتك يا نسيم شو بدك تغني ليه؟ بدنا نغني كلنا صح؟ انا ما بعرف دق بس حنان تعي بس صفى بوش الحق يعني مين بيغني انجلش او فرنش؟ نسيم بيغني بدنا نغني غنيه كلنا بالعربي ما بغني بتعرفوا بس انه هيك كنت غني شوي غنيت غنيه وغنيتين بالعربي شو بيموت ضحك عن جد بالإيفال بتذكر وشو كمان ايه بس غنيت مغنيتين بالعربي بعدين كله انجلش وفرنش يلا شو بنغني بالعربي؟ ليك انا عم بسأل بعرف بس غنيتين ليك انت حابة تغني يلا اللي كنت بعرفها هي انا يا حبيبي وحبيبي انا الحبيبي بس كلمة ايه؟ امبارح مع عنجد والله بس كلمة ايه مش لحالي اوكي بس انا مش حافظها بل شو بكمل يلا تذكرك بأول برايم دانيير دانس او ماي جاد يلا بتعرف تلعبها؟ لا الديكور كله تغير كله؟ انه ايه الوان ولا الريفر يلا نعرفها او ماي جاد سو هون تختك حنان ايه هون شفتي هذا ارتب واحد فيهم ايه لاحظت اه ماي جاد سو اكيد توعي اول وحده وبتنامي اول وحده اذا عم تنامي بنفس التخت لانه انا هيك عشان الضوء ولا عشان ايه؟ نعم عشان ايه؟ عشان يعني انا ما بتذكر عشان مكانك انا كنت اوعك او اول وحده بس. يعني وما كنت كثير اسهر ما بنصحيك ما تفوتي ما بنصحيك ما بنصحيك ليه؟ ما بنصحيك ما بننصحك ليه؟ خليكي ضمن هون تخوتي ما بنصحكش في شيء خليكي ضمن تخوتي خليكي هي كانت طبعا ما الميك اب طبعا لا وقت بنات ما قالك يا ليا عندي سؤال شو؟ انتوا بس اثنين كلها كيف شو؟ وفي هيدا العجقة ما فهمت هذا انه نسيبهم كبير هلا عرفنا عندنا هلا عرفنا شو؟ نسيبهم ضعيفش عندنا أكيد مش لإلكم هو كله ده بتاعي وده بتاعي وده بتاعي كله تبعه جبت كل بيتي كمان والله يا أنا مش شوبينج هيك قلت لك كانوا ثمانية كنت هيك أوضة صاروا اثنين بعدها هيك لا بس هلا ما عم بفهم هو كله مغراتكم لإلكم بس نيمتكم ما هيدي ربحت شوبينج وكان بس لا بس جبت الداون تاون هون او ماي جاد اسم الله عليكم يعني وكل رح تطبوا كل هول ما كانش معك شنطه واحده اه حلو عشان كان الشيء جبت لك بتقلن هلا يجيبوا لها شيء ثاني وكيف كيف تقدروا تلاقوا تيبكم لا صراحه مش عارفه يعني ايه هي بتذكر بس جيت من سنه بس فتره على الاكاديمي ما كنت افهم ولا كلمه اول شيء مع العالم يعني انه تخيل انجا يعني لبنان ايه افهم سو تخيل
بس كان يحكي لنا مثلا مينا ومحمد انا المصري ايوه التليفون ما بعتي حطوا كارد بس على ال لا وهيدي ما كان او ماي جاد اوكي سو بدي تعرف لامي بليز اعطوها دي معاكي ثلاث دقايق عندي جي ابس تعالوا كلكم هنسلم عليها اوكي بدنا نعطوها بدنا نتلفن للفانز برا خلص ردي عن شو عم تضحكوا يا جماعه لا حرام الو سو انا بالاكاديمي مع الكانديدايات وحابين نسلم عليكم كلكم برا اند وي لاف يو هاي هاي فانز يلا هاي ام باي كثير حلو حبيت الديكور حبيت كلمه مين هاي حبيت بيقول ايه؟ موبايل حبيت يا ريت تعرفت على الكل عن جد